مزعج فهم بودكاست. مرحبا بكم. نبداو بالطبيعة بالإيفينمون اليوم. مترشح منتخبنا الوطني للدورة الثمن النهائي من مونديال الهوند بعد فوزه اليوم ضد الأرجنتين. نمشيو دونك لإسبانيا أكثر تفاصيل ونحكيو أكثر على ترشح هذا مع مبعوث مزيك فهمي البرهومي اللي باش يغطي في المونديال هذا. يعني فهمي على بيك. مرحبا بك اسكندر. مرحبا بكل الناس عارفين على مزيكا فهم. كما قلت المنتخب الوطني التونسي عمل المطلوب اللي هو تأهل للدور الثاني من مونديال كرة اليد بعد انتصاره اليوم على الأرجنتين 22-18 مقابلة صعيبة مقابلة قوية مقابلة كالعادة كلها جرين تروح عند لاعبي المنتخب الوطني التونسي وتمكنوا من تحقيق المطلوب اللي هو الانتصار. في انتظار طبعا نحكيه على التركيب بتاع المنتخب الوطني التونسي ولقاء فرنسا. قلت لقاء تونس عرف جرينتا وفريق اللعبيه خاصه تالق الحارس مروان ماجيز ايضا عبد الحق بن صالح اللي كان ناجح واعطى برشا فرص وبرشا اهداف للمنتخب الوطني التونسي. ايضا جد القائد عصام تاج كان واحد من اللعبيه اللي قام بدور اخر افرد تسجيل الاهداف كان حاسم على ارضيه الميدان مع زملائه وقاد الانتصار للمنتخب التونسي انتصار مهم. عصام تاج حكى على الانتصار هذا. الشعب التونسي ده اللي فرحناه ده الانتصار هذايا والترشح ان شاء الله معناتها نكملوا على المستوى هذا حتى نعرفوا مناش خير من اي جمعيه ومناش اخر من اي جمعيه. اللي كان لونجاجمون ولا جرينتا والروح القتاليه نتاع المنتخب الباس سنترا اي منتخب نجم يربحنا هذه قوتنا لازم نوزعوا المنتخب هذا. عصام قلت لي شفتي 14 والبستيجي نتاع المنتخب الحمد لله تو ترشحنا دور ثمن نهائي تو باش ناخذ كل منتخب خطوه بخطوه وكما قلنا ان شاء الله واحده واحده الفينال. عصام تاج يحكي على المقابله نتاع اليوم وفرحه كبيره بالترشح اليوم للدور ثمن النهائي. لكن فهمي ظهر لي نسينا يعني المرتبه الثانيه بعد المقابله تعديت بين المانيا وفرنسا والانتصار المفاجئ في الحقيقه لالمانيا في المقابله. جوستمو اسكندر تمكن المنتخب الالماني من انتصار على فرنسا 31-30 مقابله كبيره برشا مقابله مجنونه. منتخب الفرنسي بصراحه فاجئ الناس الكل بالهزيمه نتاعو لو انه حتى ما كان يتوقع انه فرنسا باش تخسر في مقابله ضد المانيا. كنا نتصور انه فرنسا باش تكمل السيطره نتاعها. بعد المقابله تحدثنا مع قائد المنتخب الفرنسي جيروم فرنانديز يحكي على الهزيمه هذه اللي اعتبرناها مفاجاه. On savait que contre l'Allemagne ça allait être difficile. Hein. Ça avait été difficile contre la Tunisie contre l'Allemagne, ça avait été un match aussi assez équilibré. Qu'on s'attendait à un match compliqué, on savait qu'on pouvait perdre aujourd'hui contre cette équipe d'Allemagne. Terminer deuxième, ça vous arrange ? Ça, ni ça nous arrange, ni ça nous perturbe quoi. Je veux dire, on est deuxième, on passe en huitième de finale et maintenant on verra au fur et à mesure les adversaires qui vont arriver sur notre route. Bah, moi j'ai l'impression que physiquement on est bien. Il reste quatre matchs si on va au bout, mais bon le plus important c'est le match. جيروم فرنانديز قائد المنتخب الفرنسي لترشح بالمرتبة الثانية ألمانيا الأولى المرتبة الثالثة دونك تقعد بين تونس والبرازيل. والأخبار الخايب ظهر لي فامي اللي حتى التو في الدقائق الأخرى متاع المقابلة لحظات الأخرى من مقابلة مونتينيغرو والبرازيل البرازيل متفوقة 2 ديكار يعني 23-21. متوقع أن المنتخب البرازيلي يفوز على فريق مونتينيغرو. بعتلي اللاعبين تاع مونتينيغرو اللي مصلح يعملوا في الشوبينغ في جرانويز مش مركزين على المقابلة. يعني رسميا في الحدث لكل منتخب الوطني التونسي باش يتحول غدوة لمدينة سراغوس اللي تبعد 300 كيلومتر على برشلونة. والناس كله البعثة كل تخمم كيفاش باش تتنقل وتتحول إلى سراغوس. دونك المنتخب باش يكمل الثالث ولا الرابع بعد نتيجة مقابلة البرازيل والمونتينيغرو. إن شاء الله المنتخب يتيح بفريق في المستوى في الحجم في الانتظار ان شاء الله نرى اسكندر لمقابله الدور الثنائي وشكون المنافس المنتظر المنتخب التونسي على الاقل بيكون ايسلندا او الدنمارك. سنعرفوا في قادم الدقائق والساعات شكون المنافس المنتخب التونسي. واضح ولو انه الدنمارك كمل الاول في المجموعه نتاعو دونك كان نكون الرابعين هو الاقرب باش نترشحوا الرابعين باش نلعبوا ضد الدنمارك. ان شاء الله تكون 90 او 60 دقيقه كل شيء يكون جاهز فيها ان شاء الله المنتخب يتمكن باش يترشح حتى للربع النهائي بقدره ربي. كل شيء جاهز في الكره اليد في المونديال هذا. شكرا لك فهمي على التوضيحات والمعلومات هذه الكل. ان شاء الله في نشرات جايه نحكيوا اكثر على المنتخب بعد ما نتعرفوا على المنافس القادم. نحكي وفوت منتخبنا الوطني لكرة القدم عمل اليوم أول تدريب ليه في جنوب أفريقيا. حيدر الشيرني مبعوث موزايك موجود زاد غادي في راستنبرغ. حيدر مساء النور.
مساء النور اسكندر، كل متابعي مزيك توصل من ريسنبرغ مقر إقامة المنتخب الوطني. من اليوم عمل حفل تدريبي كبير تحكي مجرد ذكرى تسخيف التجاوز يعني مخامسات التعب نتاع الصفر كانت رحلة طويلة برشا بالنسبة للمنتخب الوطني بعد ستاج طويل. نعرف الناس الكل قداش دام بيه قطر والإمارات. نرجع شوية لهم لأنه منتخب كرة اليد حط البريسيون حاليا على منتخب كرة القدم قبل أول موعد ليه نهار 22 إن شاء الله ضد المنتخب الجزائري. اول ماتش كان هو الماتش هذا اللي دخلنا الكان ولا اللي يصعب علينا الكان. قلت اليوم حصه التمارين الاولى كانت في بارك اولمبيا، الملعب الواحد من الملاعب الفرعيه الحقيقه اللي موجودين في ريسنبرغ. هما الحقيقه برشا لاعب من اللاعبين الكل كانوا حاضرين باستثناء ايمن البلبولي كان موجود الحقيقه، لكن تدرب على اعتبار كان عنده نزله برد من نهارين بدا يبرى منها واحده كيف فتح الغربي بدا يدخل مع واحده وغدوه ان شاء الله وحتى الوصول لمقابله الجزائر باش تكون يعني تمارين في لصق تصاعدي حتى المنتخب يرجع للريتم نتاعو قبل ماتش كبير مهم برشا ضد اولاد يعني هليل وزيتش نهار 22 جافي اول ماتش كما قلت يا اما يحل الباب للكان صعب المأمورية. نحكيه على التكنيك نحكيه على التكتيك على الجاهزية على غيره، لكن فما عنصر ومعتبر مهم برشا يهم يعني إقالة الطاقم الطبي خلينا نقول طبيب المنتخب والمدلك يعني الأجواء في المنتخب كيفاش وليت بعض الحدث هذايا اللي جاب نجم نخدمها من عند المسؤول الاول عن هيكل يعني كرة القدم في تونس الـ FTF في وديع الأمبيانس ممتازة بين توت ريسبونسابيلتي نقول فيه مش من باب انه كل مسؤول وقت يسألوه على المنتخب او يسألوه على ظروف العمل يبدا يشكر الله وقت ما احنا توزيع تعيش وظروف ان شاء الله بالنسبة للجو العام ممتاز جدا وان شاء الله حتى المردود يكون ممتاز ان شاء الله. بالنسبة لتحضيرات بونسون مش نسألك على تكنيك في وديع، لكن فما دير الهتام مش كلموه كل شيء ما أثرتش على الأمبيانس داخل الفريق؟ لا والله بكل أمانة ماتش الجابون تحسروا الولاد شوية وحسوا انهم كانوا نجموا يعطيوا خير، وماتش غانا كيف بعد الفيليز تحسروا برشا خاصة عملوا 60 دقيقة طيبة ولكن بعد 60 دقيقة صار بعض بعض وهذا ضمنين ستان بونس سيني وبونس مية. بالنسبة لنا وقت اللعب حتى مباراة ودية يحب يعطي خير ويحس بروحه وقت ما مشاش وما يقطعش روحه أعذار رأسينا احنا نعملوا قدر ما وقد بيقولوا لا مثال السعاد ولا مثال السعاد ولا مثال السعاد، لكن هنا دورنا كل ديجا عملنا تجربة المونتال الجديد هنا دورنا كل باش نعملوا الإحاطة النفسية اللازمة من هنا الديماراج نتاع كرة الفريق باعتبار انه الإعداد البدني مهم الإعداد الفني مهم ولكن حتى الإعداد النفسي عنده مكانته. ولو انه الماتش الأول نتصور معناها تم هكا المونتال أوتونوم نتاع كل لاعب باعتباره ديربي دونك بالعكس بارفوا ثم لاعبين يتحمسوا برشا لازم كلامك كلام فيسمون نتاع الإنجاجمون يعني من هنا كرة الفريق شغل اللعبات الكل اللي عندها معناها تعاون في الديليغاسيون والمهام هذه تساهم في الإعداد النفسي اللازم بالدرجة لازم ان شاء الله. وديع الجريل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قال الجو باهي بون، ما نصورش انه رئيس الجامعة باش يقول راهو جو خايب في الجروب نتاعو، دونك انت حيدر قريب غادي من الجروب كيفاش تشوف يعني الجو؟ تشاطر كلام سي وديع ولا عندك كلام واحد اخر؟ والله كنت اللي شفناه اليوم انه الملاعبيه دي كونتراكتي معناها فما برشا جديه في التمارين وفي السيونس اللي صارت اليوم، لكن فما اصداء ما نحبش نركز عليها برشا، فما اصداء وفما شبه انباء نقول انه اللاعبيه متململين شويه خاصه انه ستاج اللي كان في الخليج بين دبي وقطر طول برشا واللاعبيه ما خذوش فرصه باش يرجعوا لتونس ويطلوا على اهليهم في تونس، الشيء اللي ممكن خليني يقول نرفز بعض اللاعبيه المتوفرين على ذمه المنتخب الوطني حاليا، لكن هذا معطى يعني ممكن تجاوز بما انه فما مهمه وفما ميسيون كبيره قدام لاعبي المنتخب الوطني اهم من انه يطل على العائله ودور العائله تقعد ديما الكابيتان وراس المال، مهم زاد انه يكون في ميسيون هي يعني انه يلعب تحت راي تونس لاجل رفع علامة تونس. على ذكر رفع راي تونس وعلم تونس اليوم كان دربي بين صحفيين تونس صحفيين الجزائريين تقريبا 60 صحفي جزائري جاوا لمواكبة الحدث هذا تغطية الكان وكانوا حاضرين اليوم في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني، لكن كنت تسألني على الجو في ريسنبرغ نقول لك غدوة ضربت البداية، لكن حتى علاقة بالكان هوني مدينة كان برشا بعيدة برشا على أجواء الكان، ممكن زادا نأكد لك إنه فما برشا عدد هوني من جنوب أفريقيا وولاد الوطن هذا ما يعرفوش اللي غدوة ممكن تتنق اللي غدوة فما كوب دافريك يعني مش تنظم في بلادهم، الشيء اللي أكد إنه لونديون هوني مش حاجة كبيرة في انتظار بطبيعة إن شاء الله انطلاق المسابقة
في الاكريديسيون هذه اللي ان شاء الله نتمنوا فيها الحظ الكبير. منتخبنا الوطني يذكر ديما راندي فو الاول نهار منتخب الجزائر. واضح، شكرا لك حيدر. دونك رونديفو لو ان شاء الله كونتر المنتخب الجزائري. نذكر اللي الحكم نتاع المقابله هذه باش يكون قسمه بكري من الجامبيا، يعني من جامبيا، الثلاثي التونسي في التحكيم سليم جديدي، انور رهميله، وبشير الحسيني باش يزفروا مقابله مالي والنيجر. المقابله هذه تتلعب نهار الاحد. نرجع للكرة في تونس. لهنا في تونس الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكناس نقضت اليوم في قرار المكتب الجامعي بخصوص إيقاف نشاط كل من ناصر البدوي المسؤول الحالي في السياسات وسمير يعقوب نائب الرئيس السابق في النادي البنزرتي. ذكروا الزوز كانوا خذوا عقوبة بإيقاف النشاط متاعهم لمدة عام كامل، لكن بعد القرار متاع الكناس اليوم الزوز ينجموا يكملوا نشاطهم بصفة عادية. في الرابطة المحترفة الثاني مقابلة متقدمة من الجولة 11 فازت فيها جرومبيل الرياضية اليوم 1-0 خارج الميدان قدام جندوبة الرياضية.